ونروح دلوقتي للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، ونشوف هيعملوا ايه مع أسرة الراحل الكابتن أدم السير الحضار. تحياتي ليك يا دكتور محمد. أهلا بك يا كابتن أسامة وكل السادة المشاهدين، وسعيد إن أنا مع حضرتك. في البداية بنعزي أنفسنا وأسرة الرياضة المصرية في وفاة واحد من نجوم الكرة المصرية كابتن أدم السير الحضار. البقاء لله، ربنا يرحمه وإن شاء الله في الجنة. وأكيد يعني دور وزارة الشباب والرياضة المجتمعي على طول تحرك سريع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإيجاد فرصة عمل لزوجته ودعم كامل لأسرة الراحل أدهم السير الحضار الله يرحمه. أنا عرفت إن القرار ده اتخذ منذ دقائق قليلة. وبالفعل تم التواصل هاتفيا لزوجة الراحل كابتن أدهم السير الحضار والدكتور أشرف صبحي، قدم لها العزاء والمواساة في وفاته، وكمان وعدها إن شاء الله إن هيكون لها وظيفة في أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة. ده شيء جميل، بنشكر عليه وزارة الشباب والرياضة، بنشكر عليه الدكتور أشرف صبحي وكل القائمين في الوزارة على سرعة يعني التحرك. شفنا قبل كده أسرة علاء علي، النهاردة أسرة الكابتن أدم السير الحضار. لكن يا دكتور محمد عايز أخد حضرتك لنقطة مهمة. النهاردة أسرة الرياضة المصرية أسرة كبيرة جدا. النهاردة يعني وزارة الشباب والرياضة بتدعم بعض الأندية في تحركات فردية، لكن النهاردة أنا عايز أوجد حل هذا الموضوع. ممكن نتبنى النهاردة وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التضامن يكون عندنا في صندوق دعم الرياضيين، النهاردة يكون في صندوق ثابت لهذا الأمر. النهاردة لما بتكلم عن وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن، دول جهتين حكوميتين بنثق فيهم كلنا، ليه النهاردة وزارة الشباب والرياضة ما تتبناش هذه الفكرة؟ أنا طبعا بحييك على هذه الفكرة وبضم صوتي لصوتك، ولكن خلينا نرفع الأمر بشكل مباشر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكمان كافة المسؤولين عن الإدارة أو إدارة الرياضة المصرية بشكل عام. ولكن أنا برضو عايز أوضح للسادة المشاهدين حاجة مهمة جدا برضو. إن النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش استعدادات الوزارة لتدشين صندوق الرياضة المصري. حلو قوي، جميل. هذا الصندوق بيهتم بشكل كبير جدا بدعم الرياضيين في مختلف الألعاب ورعايتهم. أيوه. خلينا برضو نوضح بعض التفاصيل عن هذا اللقاء والاجتماع اللي تم النهاردة. اتفضل. طبعا هو هيكون ان شاء الله بحضور، هيكون في مؤتمر كبير جدا للإعلان عنه بحضور عدد كبير جدا من الرياضيين والمستثمرين ورجال الأعمال والكيانات الاقتصادية المساهمة في الصندوق. وكمان هيتم عرض هيكل تنفيذي للصندوق ولجنة فنية له، وهيتم تشكيل كمان لجنة رياضية ولجنة للاستثمار وتنمية الموارد. كويس. وكمان هنحدد الأدوار المهمة لكل لجنة من اللجان. دكتور أشرف صبحي كمان أكد على أهمية الصندوق دعم ورعاية الرياضيين وكمان تلبية احتياجاتهم في إطار إعدادهم لمختلف البطولات الدولية. خلينا كمان نقول ان سيادة الوزير اكد على اهمية هذا الصندوق وكمان تنمية الموارد الخاصة به والعمل على توسيع قاعدة المساهمين ومشاركة القطاع الخاص انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية وكمان مع الشركاء الرئيسيين وكمان عدد من الرعاة. مهم جدا ان احنا نكون بصدد انشاء كيان كبير جدا يرعى الرياضيين ويكون داعم ليهم في مختلف الألعاب. أكيد هناك برضه هيكون في تحرك من الدكتور أشرف صبحي لإيجاد كمان تمويل مناسب للقدامى الرياضيين. أيوة. بالتعاون برضه مع بعض المؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال. أكيد ده بنفس الفكر بتاع حضراتكم، وأكيد طبعا مقترح حضرتك مهم جدا وهيتم رفعه فورا ودراسته بشكل كامل وفقا للمتطلبات. طب هديك الفكرة على الهواء دكتور محمد دلوقتي برضو ازاي صندوق الرياضيين ممكن يمول، وبرضو اكيد الفكرة دي هتكون مطروحة على تربيزة وزارة الشباب والرياضة. الفكرة النهاردة ما شاء الله اتحاد الكرة عنده مصادر التمويل بتاعته كبيرة جدا، مصادر الإيرادات يعني. عنده النهاردة التيشيرت بتاع منتخب مصر، عنده الرعاية، عنده فلوس بتجيله من الفيفا، عنده بطوله كاس مصر، كلها ايرادات داخل اتحاد الكره. ايضا كمان من ضمن الايرادات
3% بيحصلها اتحاد كرة المصري من عقود اللاعبين اللي بتنضم للاتحاد المصري تحت مظله الاتحاد المصري. ليه النهارده ال 3% دول ما يتاخدوش؟ او 2%، هنقول 2%، نسيب 1% لاتحاد الكره و2% يروح لصندوق الرياضيين. والفكره دي ما تبقاش على اتحاد الكره المصري بس، لا، عندنا اتحاد الطايره، اتحاد الباسكت، اتحاد اليد، كل الاتحادات دي. وكمان ما يبقاش الرعايه لقدامى كره القدم بس، لا، لكل الالعاب. انا باكد على فكرتك بالفعل، هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ولكن برضو خلينا نقول ان احنا خلاص احنا بصدد تدشين صندوق للرياضيين. ممكن ينبثق منه او يضاف اليه بعض النقاط الهامه اللي حضرتك قلتها دلوقتي وذكرتها، ودي مهمه جدا، ولكن برضو قانونيتها ايه؟ لازم نرجع برضو للنواحي القانونيه اللي بتنظم العمل في هذا الشان، وده مهم جدا. خلاص، يبقى احنا النهارده على الهواء بنناشد لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. انا عارف ان في تعديل في القوانين خلال الفتره الحاليه، ممكن نضيف هذا البند في القانون المصري او قانون الرياضه علشان يكفل. النهارده يبقى احنا بنشتغل على اسس قانونيه. انا بحييك يا كابتن بالفعل، وده برضو حاجه مهمه جدا ان يكون الجانب التشريعي مهم جدا معانا في مثل هذه الامور، لان هي كلها امور ماليه. برضو خلينا نقول ان مش عايزين بس نقول لعيبه كره القدم، في رياضيين برضو بيمارسوا العاب اخرى، برضه بيمروا بازمات، وبيبقى في برضه حالات انسانيه يجب دعمهم بشكل كامل. انا مش عايز برضه احصرها على لاعبي كره القدم. عايزين نحصرها لكل، يعني يبقى شامل لكل قدامى الرياضيين، وده مهم جدا. تمام، احنا ان شاء الله خلال الفتره القادمه دكتور محمد هنتابع معاكم الموضوع ده ان شاء الله، واتمنى يظهر للنور ان ده موضوع مهم جدا لكل القدامى وكل الكره المصريه، ومش كره مصريه بس، لا، كل الالعاب كمان. ليك يا كابتن اسامه، وطبعا انا برضو خلينا اقول ان المقترح بتاع حضرتك اكيد هيتم رفعه فورا للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لدراسته كمان، وممكن يضاف الى اللقاء اللي تم النهارده من خلال تدشين صندوق الرياضه المصري. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه.